السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم بمقطع قصة جديد. بما أننا لنا فترة من القصص، طبعا الكثير يعرف عني أني كنت محترف لاعب كرة سابقا محترف، ولكن اعتزلت، بس أنه ما ذكرت لكم إيش التفاصيل بالضبط اللي صارت، يعني التفاصيل ما حد يعرفها. فاليوم قررت أني أحكي لكم مسيرتي الكروية، كيف بدت وإلى أي مستوى وصلت وكيف انتهت، يعني بنهايتها إلى الاعتزال. إن شاء الله أنكم تستمتعون معنا في هذه القصة، ما راح اطول عليكم، بس اقول لكم يعني اشتركوا يا شباب، اشتركوا. يعني انا كنت راح اصير لاعب كورة محترف بس صرت يوتيوبر، فما عندي الا الاشتراك، يعني يا ريت تشتركون يا شباب وتحطون لايك، وخلونا نبدا بالقصة. كات 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 القصة. اصبر راح اقول لك باقوى فعالية حاليا موجودة في جدة، لا تفوتكم يا جماعة. هذه واحدة من فعاليات تقويم جدة اللي اسمها مارفل يونيفرس لايف. تعيشون تجربة خيالية مع شخصيات مارفل، ايرون مان، سبايدر مان، هولك وغيرها كثير. الفعالية مناسبة لكل العائلة، تقدر تروح مع عائلتك مع اصحابك وتستمتع بهذه التجربة الحلوة. اللوكيشن حق الفعالية موجود في مدينة الملك عبدالله الرياضية، والفعالية مستمرة الى 20 اكتوبر، فلازم انكم تلحقون عليه وتحجزوها، لاني مارفل فان لو سمحتوا، يعني لو سمحتوا، والله حظكم يا اهل جدة، والله حظكم. وتقولون ما عندنا فعالية ومدري ايش، احنا مساكن. شوف مارفل موجودي، راح احط لكم الرابط حق فعاليات مارفل في الوصف، وراح احط لكم رابط ثاني تقويم فعاليات جده. يا ولد في فعاليات كثير، اشياء تقدر تستمتع فيها، تروح تنبسط مع اهلك واصحابك. شيكوا على الروابط تحت والفعاليات واحجزوا وانبسطوا. والان اخليكم مع القصه. طبعا زمان واحنا صغار ايام الابتدائي ما كان في يعني فعاليات كثير غير انه تصلي العصر وتطلع تلعب كوره وكذا، فكل حاره غالبا يعني يسوون فريق او حاجه زي كذا ويلعبون. فانا شفت مكان المناسب في البدايه وانا في الابتدائي كحارس، لان احرس المرمى من الكور انها تدخل للهدف، يعني فاهمين. فخلاص ثبت موقعي انا حارس يعني للحارة، وكان يعني في التدريبات كل يوم نتدرب ونلعب وكذا، وكان يعني تعرفون في التدريبات عادي انه يدخل فيك 5 أهداف 6، يعني شيء طبيعي فاهمين، بس مو المباريات الرسمية اللي بين حارة الجنوب وحارة الشمال كذا، لما يصير الاعلان هذا جنون. طبعا انا كنت انسان مجتهد، وحضوري للتمارين في الوقت المناسب قبل كل اللعيبة، وكان احاول اني اثبت نفسي عشان يوم من الايام من اني العب في التدريبات الى اني العب في المباريات الرسمية اللي عليها ميدالية ب10 ريال تلقاها كذا، بس انه يعني تكسبها هذه خلاص جنون. فكان احاول يعني، وهذا الموضوع صعب بالنسبة لي فاهمين. جلست فترة كحارس في الاحتياط، يعني كان في التدريبات مرة تدخل شوط كذا شوط لا، اما المباريات الرسمية لا، كان احتياط دائما يعني، لكن عادي، هو هذه حبة حبة الواحد فاهمين. كان عندي امل انه يوم من الايام انا راح اصير في الفريق الرسمي، يعني حتى في المباريات الرسمية كان في الاساسي وفي الاحتياط وفي انا الاحتياط فاهمين، يعني صعب جدا اني انزل، بس يعني كان عندي امل. كان في التدريبات انا دائما اتدرب، احضر على الوقت وكل شيء، بس انه مرات في التدريبات ما انزل، وكان يغثني واحد يغثني، يا ولد ما يتدرب، تعبان دايم، حالته حاله، كل شيء يجي ينزله المدرب. مين؟ محمد يا جماعه. في الابتدائي انا ما اطيق هذا الادمي، يجي ابوه يقول للمدرب يا اخي نزل ولدي تعبان ما ادري، يعني ينزله وانا اجلس كذا ما انزل مره. فاللي صار انه يعني مع التدريبات الكثيره شافوا اني غير مناسب كموقعي للحراسه فاهمين، كان عندي 6-7 أهداف كذا، والله اني كان احاول اضبط النقزه بس ما تضبط معاي ما ادري ليش، بس يعني كان احاول. المهم فانا في البدايه كنت حارس زي ما قلت لكم، بعدين شافوني انه مو مناسب، تم اقصائي من الحاره تمام، تم اقصائي، وانا تقبلت هذا الشيء يعني ما زعلت ولا شيء، زعلت شويه. فاستبدلوني بحارس اخر، وبعدها انا اعتزلت شويه، يعني اعتزال خفيف، تعرف اللي تعتزل اللاعب اللي يعتزل فتره ويرجع قوي كذا، هذا انا طبعا انتظرت، بعدين رجعت بمستوى اخر وقررت اني اصير ظهير ايسر، لان انا العب بالرجل اليسار فاهمين. فكان هذا مركزي الجديد، خلاص انا الظهير الايسر مركزي الجديد، وبديت ارجع للتمارين واحضر على الوقت وكل شيء تمام، بس المشكله اني مشكله الاحتياط
من الى الان انا مشكلتي الاحتياط، يعني كبرت خلاص هنا اتوقع وقتها دخلت المتوسط حاجه زي كذا او سادس واول متوسط، كان مشكلتي الاحتياط من منافسي في الظهير الايسر واحد كان نسميه احمد تونه، احمد تونه هذا عفريت يا ولد ظهير ايسر، يعني كان منافس شديد، بس انا كان عندي ايقان وايمان انه انا راح اقدر اني يوم اتغلب عليه واصير افضل منه. فجت أول مباراة رسمية بين حارتنا وحارة ثانية معروفة، هذه الحارة حارة يعني مرة اللعيبة فيها محترفين وكل شيء، فأنا شفت أنه أثبتت نفسي باللمسات الرفعات كل شيء، يعني شفت أنه تمام ودفاعي كويس وكل شيء، حتى مبراشاتي تمام، غالبا حصل على كرت أصفر يعني بس إذا غلط يعني فاهمي. جت الأول مباراة رسمية أنا متحمس مرة، كلمت المدرب قال لي المدرب ما عليك راح نشوف إحنا إيش التشكيلة المناسبة وإذا تقدمنا بالنتيجة يعني أهداف كثير راح أنزلها، قلت له خلاص تم. فأنا كم مرة متحمس، هذه أول مباراة رسمية. جت المباراة يا ولد نزل أحمد تونة بدالي ونزل أخوه علي اسمه علي مكشر، أنا كان سنانه طالع كذا مكشر راح نسميها، فهذا أحمد تونة وعلي مكشر إذا تشوفوا هذا الفيديو ترى أتذكركم، ونزل يضبط التشكيلة وكل شيء، أنا ما عندي مشكلة في الاحتياط أموري طيبة. بدت المباراة كان خصم قوي جدا، انتهت الشوط الأول تقريبا بواحد واحد حاجة زي كذا، فجيت الشوط الثاني متحمس، ها مدرب قال لا لا بندر أصبر ترى المباراة حامية انتظر، إنه يلا ما في مشكلة، ونزل محمد سوى تبديل مدري ايش ابو محمد كذا حاضر المباراه شافه مدري ايش لا لا تبديل مع مدري مين نزل محمد مهاجم يا رجل انت والله ما يسجل ولا حتى يشوت شوته واحده زي الناس محمد منتهي بس نزله ما ادري هل ابوه يعني كان داعم للفريق ولا من الباقه الذهبيه مدري ايش اللي يدعمون النادي الله اعلم انا ما اعرف التفاصيل هذه بس يعني مستحيل ينزل على خبرته ما في اي خبره انتهت المباراه يا جماعه خسرنا هذه اول مباراه رسميه خسرنا للاسف ورجعنا على حارتنا ورجعنا للتدريبات وانا رجعت اتدرب وكل شيء تمام وحتى ذاك اليوم والله يا جماعه اني ما انسى ذاك اليوم جاء اليوم اللي تعلمت فيه اني انبرش على الكورة يعني انا انبرش كذا اشيل رجل كذا حصل لي كرت اصفر ما في عمري جت انبراشة كذا على الكورة فاهمين والله ان هذاك اليوم ما انسى يا ولد جت هجمة خطيرة ما كان فيه الا انا والحارس حرفيا الدفاع مدري فين راحوا وانا اجري 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 كذا واللاعب يعني تقدم وانا اجري اجري واعطي كذا من وراه كذا بالكورة واشيله هو الكورة يا ولد الفخر اللي في عيني والفخر اللي شفته في عيون المدرب هذاك اليوم كذا انصدم يا ولد بندر هذا عنده القدرة انه يصير لاعب احترافي قال لي بندر كفو عليك هذه اول مرة اشوفك كذا تسويها والله ان لك انت مستقبل ولمساتك حلوة وكل شيء وانا تحمست يا ولد وانا ارجع للتدريبات وكل ما احضر كذا على الوقت بالضبط صل العصب وانطلق كأول واحد ونتدرب قبل المباراة نطول كذا اجي مهلوكين ونلعب نلعب نلعب ومتحمس مرة بس كان الى الان موضوع احمد تونة صراحة يعني الى الان خصم قوي يا ولد هذا كان آدمي قصير أنا كان طويل هو قصير هو كان قصير وسريع يعني أسرع مني شوية كان عليه مبراشات يا ولد تقول هذا المولد جني كان يشيل شطع يجيل كل شيء ما أدري كيف ما يجيب كروت بس المهم تحسن مستواي تحسن مرة كثير واستمريت على التدريبات حتى جت المباراة الثانية الرسمية اللي راح نتحدى فيها فريق في جيزان مدري من فين كان من قرية من واحدة من القرى واللعب في ملعبهم يعني لازم نروح ندق مشوار بعيد مرة في قرية وكذا أنا تحمست يا ولد كلمت المدرب قال لي ما عليك يا بندر هذه المرة راح نزلك حتى لو الشوط الثاني قلت له تم كلنا نروح في باص ومدري ايش وحماس ويلا وكل شيء ونوصل القرية ونشوف الملعب وكل شيء تمام طبعا الملعب فيه اشواك كثير بس يعني ما عليه قبل ما تبدا المباراه ها شباب الخطه كذا 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 ظهير ايسر مين احمد تونة يلا ما في مشكله انا الى الان متصالح مع احمد تونة الامور طيبه متقبل انه احسن مني المباراة الرسمية الثانية هذه اللي في القرية بدت وكانت يعني مباراة حلوة جدا وفريقنا يعني تقدم في النتيجة وأنا قلت بس يا ولد الشوط الثاني راح أنزل يخلص الشوط الأول شباب ما قصرتم وكذا وذا والتشكيلة راح تبقى زي ما هي تمام بس راح نبدل الهجوم بمحمد رجلة طبعا أبو محمد عند يا اخي محمد اعترف انا الى الان اكلم محمد اقول له شوف
انت ابوك داف للمدرب ولا ايش كذا؟ يقول لا لا ولا شيء. يا اخي اعترف يا محمد، انا متاكد مستحيل، انا مستواي احسن منك بكثير، مستحيل انه تنزل كذا يا ولد. المهاجم انتم تعرفون من المهاجم حقنا؟ المهاجم حقنا جامايكا، واحد اسمه جامايكا عفريت، يشيله وينزل محمد، مو طبيعي. ما عاد في يصير، ما عاد في اي هجمات، الوسط يشوتون خلاص. المهم قلت للمدرب ها كيف هذول متقدمين؟ قال لي ما عليك الدقيقه 80 كذا راح انزلك. قلت له تم، تحمست وانتظر انتظر. ها يلا شباب، وادعم احمد تون وكيا شد الحارس. ايش ذا الحارس سيء جدا، بس يعني انا اسوء منه بكثير. فاللي صار انه للاسف انتهت المباراه الرسميه الثانيه، وانا ما نزلت مع اني داق مشوار الارض يعني، ومتحمس وقلت لابويا وترى وكذا وكذا وحماس يعني مره، لكن ما نزل. فبعدها قل مستواي شويه، ممكن بسبب انه ما كان في يعني تحفيز للاعبين المحترفين الصغار. وفي نفس الوقت يعني كلمت الدكتور، كلمت المدرب صارحته، قال لي بندر انت لك لمسات حلوه ومدافع، والله انك يعني ظهير ايسر ممتاز جدا جدا، بس انا مرات اضطر اتخذ بعض القرارات من اجل الفريق. يا هدي هدي راسك، ترى فريق حاره يعني. انا ذحين استوعبت الكلام، ترى فريق حاره، ترى لعبوا يعني حتى المباريات العاديه لبدون اي ميداليات ولا اي شيء ما انزل، يعني مو طبيعي. ما قد نزلت اي مباراه، كله في التدريبات، حتى في التدريبات مرات انزل شوط ثاني اخي هذا. فقلت له يعني شكرا وكل شيء، بس يا اخ والله ابغى يعني اتحسن، ابغى انزل يعني. يعني ما تدري يا مدرب ممكن يجيني عرض من حاره ثانيه يا اخي، اشوف رزقي. اما تجلس كذا تقطع رزقي وتحطني في الاحتياط، ترى ما نزل اللعيبه اللي تشتري اللاعب وتحطه في الاحتياط تنهي مسيرته، أتدري إيش قدامي؟ فقال لي يعني لا بإذن الله رح أنزلك وما عليك والمباراة الجاية وكذا. قلت له خلاص أنت الله يعين. فاستمرت الأيام هذا وأنا في المتوسطة خلاص يعني على وشك يعني بندر إنه ممكن يعتزل، يواجه خطورة، ممكن يحصل عرض ثاني ما تدري. رحت لكل الحارات الثانية وقدمت العرض حقي، بس للأسف ما كان في أي أحد يقبل، يعني كلهم قالوا إنه مكتفيين، كلهم يعني ها ظهير أيسر، حارس موجود، حارس ظهير أيسر حطني أي مكان راضي، لكن ما أدري ليش الصراحة إن الأغلب رفض حتى بدون ما يشوفون لعبي، يعني ما أدري ليش السالفة. المهم كملت في الحارة حتى جت المباراة الأخيرة لي في مسيرتي يا أخوان. خلاص هذه المباراة الأخيرة في مسيرتي، المباراة هذه كانت في ملعبنا وبين جمهورنا وعند بيت جدتي، يعني أنا راح أشرف العائلة فاهمين. فالمباراة ضد نادي نادي الرفاعية، عائلة الرفاعية كذا مسوي النادي كامل، فكان ضدهم يعني حارة الرفاعية وحارتنا. فقلت للمدرب ها كيف؟ قال لي هذه المباراة يا بندر راح تنزل. قلت له أكيد من تم خلاص مباراة قوية ويعني بين ناس وجمهوري فاهمين. فأنا بدأت التشكيلة وكذا، التشكيلة ظهير أيسر أحمد تونة، قلنا الشكوى لله أحمد تونة الله يعين. نزل أحمد تونة وبدأت المباراة وكان شوط أول جميل، الأحداث حلوة كل شيء تمام. قلت للمدرب ها متى؟ قال لي الشوط الثاني. قلت له أوكي. جاء الشوط الثاني يعطي نصائح للعيبة وكل شيء، ها التشكيلة إيش الوضع مدري إيش. ها قلت له المدرب أنزل. قال لي لا 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 اصبر مدري أحمد تونة خلك أنت ظهير أيسر ومدري إيش كذا وهذه شباب وكذا. ضبط التشكيلة وبدأ الشوط الثاني. طبعا أنا هنا حسيت بضيقة، حسيت يعني مرة بضيقة يعني يا أخوان والله ضيقة، لكن قلت يلا ما عليه. قلت له مدرب متى راح أنزل؟ قال لي الدقيقة 80 تنزل. قلت له خلاص تم وأنا انتظر. في الدقيقة 60 يخش لاعب على أحمد تونة وأحمد تونة يخش عليه ويصير اصطدام، وأحمد تونة يصاب لأول مرة ما يقدر إنه يكمل المباراة. يعني أنا حزنت للرجال، بس هذه كان فرصتي لإثبات نفسي وأخيرا راح أنزل مباراة رسمية. فشالوا أحمد تونة وأنا جالس أجهز الجزمة والشراب أضبط الأمور كل شيء خلاص يعني راح أنزل. يجي المدرب يقول لي بندر انتظر، يشيل لاعب يا جماعة في الوسط، لاعب في الوسط يقول له أنت أنزل بدل أحمد تونة غطي الظهيرة الأيسر. أنا هنا كانت هذه صدمة عمري، صدمة عمري إنه يا أخي أنا بديل الرجال والرجال انصاب أنا أكمل، يا خلنا أثبت نفسي. قال لا 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 يا بندر المباراة هذه مهمة ومدري إيش وأصبر وأنا أشوف القرار المناسب وذا. قلت له أوكي. وأنا يا ولد الغصة كذا هنا، هنا الغصة خلاص يعني أنا هنا عرفت أنه انغدر بي، يعني طول السنين هذه أنا مغدور فيه.
فنزل هذا اللي بداله وجلسوا يلعبون. قلت له المدرب: يا مدرب يا اخي انا راح انزل ولا ارجع بيتي؟ قال لي: لا لا ما عليك، خلنا نشوف الوضع. جت الدقيقة 80، الفريق طبعا خسر، يعني تجي اهداف كلها من اليسار، يعني اكيد لو انا موجود والله ما حد يعدي. انا نظامي كان يا الكرة يا رجله، هذا النظام معروف يعرفونه كثير، كلها من اليسار تجي، انا ما في ظهير ايسر مناسب، انا العب باليسار، انا اعرف النظام، انا اعرف كل شيء، وتجي الاهداف. جت الدقيقة 80، الكل زعلان، وانا عرفت انه هنا خلاص يعني ما راح انزل انا، يعني ضاعت سنين من عمري. فشلت اغراضي، واذكر والله اذكرها هذه اللحظة الى اليوم يا جماعة، كانت في الليل بعد صلاة العشاء، شلت الاغراض وجلست امشي للبيت وابكي، ابكي مرة كذا اللي يعني كذا مصدوم. وهذه شباب كانت آخر مباراة لي، وكانت هذه اعتزالي بسبب عدم وجود الفرص المناسبة اللي يعني تبرز اللاعبين الصغار وتعطيهم مواهبهم. ما كان أشوف فيه يعني دعم كافي، ولا أنا كان متأكد من لعبي إنه أسطوري، كان متأكد من كل لمساتي، كان متأكد، بس ما كان في دعم. أنا انتهت مسيرتي قبل ما تبدأ واعتزلت، وبعدها عاد قررت أصير يوتيوبر، والحمد لله أني صرت يوتيوبر. وصرت والله بدأت في اليوتيوب وبدأت أمشي، صرت ما أطلع مع الحارة كثير يعني، وأصور مقاطع وشد حيلي، والحمد لله نجحت في اليوتيوب. وبعد السنين ما مرت كلمت المدرب هذا وأنا كبير الآن، يعني قبل سنة سنتين قابلته، قلت له: يا أخي ليش كم ما تنزلني مدرب؟ قال لي: والله بندر أنت كان عندك لمسات. عدلي نفس الكلام يا أخي، أتش روبوت مترجم مدرب تقول نفس الشيء. قال لي: والله كان عندك لمسات وكل شيء، بس انا ما كان اشوف انه يعني جالس اتفلسف على راسي. قلت له: ما عليه، الحمد لله اني يعني انا ما صرت يعني يوتيوبر، قصدي يعني انه ما صرت لاعب احترافي وصرت يوتيوبر، والحمد لله على كل حال. وانا متاكد انه في كثير ينظلمون زي شباب ما يعني مهاريين وعندهم الموهبه، بس انه ما يحصل اللي يدعم. فهذه كانت قصتي ومسيرتي الكروية، للي كان حاب يعرف التفاصيل حقها وكيف بدأت وكيف انتهت. إن شاء الله أنكم استمتعتم بالمقطع. لا تنسوني يا أخوان إن أنا اعتزلت وصرت يوتيوبر، وما عند اليوتيوبر إلا الاشتراك، فاشتركوا يا أخوان واللايك وتابعوني في أوكي خلاص كل حساباتي. يلا شباب إن شاء الله أنكم استمتعتم، وإن شاء الله أشوفكم في المقاطع الجاية، وعسى